هو توطين النفس على قبول الحقيقة، توطين النفس، لأن ترى مشكلتنا ليست في المعلومة، مشكلتنا في كراهية المعلومة. من كره معلومات وأحب معلومات مضادة خلاص، القضية نفسية. حتى الكفر والإسلام بالمناسبة قضية أخلاقية في غالبا، طبعا هذا له تفصيل يعني، لكن أقصد مثلا في عهد النبي عليه، ما أقصد الكفر اليوم بالمعنى المذهبي، الكفر بالمعنى بالمعنى الإسلامي الحق، يعني أناس وجدوا النبي أمامهم فكفروا. هذا الكفر ليس نتيجة ضعف معلومات، عدم تحقق، عدم تصديق بالبراهين، ككفر فرعون مثلا، ليس عدم تصديق، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن المشكلة نفسية، المشكلة أخلاقية، ولذلك في النهاية الكفر هو ناحية أخلاقية لا علمية. الكفر بالمعنى الشرعي القديم هو ناحية أخلاقية، الله يعذب على الأخلاق السيئة وليس على المعلومات الناقصة.